كتاب بيقوله هو خير صديق للبني آدم، صحيح، هو خير الكتاب جليس. نعم خير جليس. صحيح. أيوة. المكتبات اللي حبيت نحكي عنهم اليوم، هلا قبل ما نبلش نحكي عن المكتبات بدي أقول إنه الإنسان بلش يكتب على الورق، على الرق، على الجلود وأوراق البردي بالقرن الثالث قبل الميلاد، بعدين على الورق بالعراق بنهاية القرن الثامن الميلادي عندما تم تأسيس أول مصنع للورق في بغداد سنة 794، ناقلين صناعة الورق من سمرقند إلى بغداد بعهد هارون الرشيد، اللي اهتم اهتمام خاص جدا بصناعة الورق وألزم الناس أن تكتب على الورق. رح نرجع بعد شوي بس نحكي على مكتبة بغداد، رح نرجع نحكي شوي هارون الرشيد شو قدم لمكتبة بغداد. رح نروح على أول مكتبة تأسست بتاريخ العالم اللي هي مكتبة الإسكندرية، تأسست عام 288 قبل الميلاد، وهي أيضا للأسف أول المكتبات اللي تم تدميرها وحرقها. كانت المكتبة مكونة من مبنيين، المبنى الرئيسي اللي أطلق عليه اسم البروكيوم كان يضم 496 ألف كتاب، وفي عندنا المبنى الفرعي اللي كان اسمه السيرابيوم وضم 428 ألف كتاب. هلا طبعا الكتب على وقتها كانت لفيفات على شكل لفائف كانت الكتب. استمرت المكتبة مكتبة الإسكندرية على مدى قرنين حتى تم حرقها على يد يوليوس قيصر، كان في حرب بعام 47 قبل الميلاد، أمر أنه هن يحرقوا الأساطير البحرية على شواطئ الإسكندرية، والحريق امتد إلى المدينة وامتد إلى المكتبة وانحرق المركز الرئيسي كامل من المكتبة. ظل المبنى الفرعي للمكتبة حتى عام 391 حيث تم تدمير المكتبة وحرق كتبها للأسف بعام 391 ميلادي. هلا لما اجى الاسلام على المنطقه انتشرت ظاهره حب القراءه، لانه مثل ما بنعرف اول كلمه نزلت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هي اقرا، فانتشر مع انتشار الاسلام انتشرت ظاهره حب القراءه واقتناء الكتب لدى الكثير من الناس بكل الاقطار المسلمه بكل البلدان المسلمه. اسست المكتبات الكبيره ببغداد والقاهره والاندلس. هلا في كثير من المكتبات الخاصه، ما عم نحكي عن المكتبات العامه، المكتبات الخاصه الكبيرة اللي صار عليها حرائق ودمرت، مثل مكتبة ابن عمار اللي كانت تضم تقريبا 3 ملايين مجلد، وهي المكتبة تم تدميرها وحرقها على يد الصليبيين عام 1009 ميلادي. إذا هي مكتبة خاصة، كانت مكتبة ابن عمار اللي كان فيها أكثر من 3 ملايين مجلد. بنروح على مكتبة بيت الحكمة ببغداد اللي هي من أشهر المكتبات في التاريخ. بيت الحكمة أو خزائن الحكمة هي أول دار علمية أقيمت في عمر الحضارة الإسلامية، أسست في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. بنرجع شوي للتاريخ قبل هارون الرشيد، كان أبو جعفر المنصور كان مهتم جدا بعلوم الحكمة، فترجموا له كتير كتب بالطب والنجوم والهندسة والآداب، وكان يحب يقتن الكتب بقصر الخلافة. بس من كتر ما كان يحب يقتني الكتب بقصر الخلافي، صار قصر الخلافي فيه زحمة كتب، ما بقى فيه أماكن للكتب، لحتى أجا وقت الخليفة العباسي هارون الرشيد اللي أمر بأنه يجمعوا هاي الكتب الموجودة بقصر الخلافي، وعمل مكتبة بغداد اللي هي دار الحكمة، جمعوا هاي الكتب فيها وصارت مكتبة عامة للعامة، لدارسين، لطلاب العلم، للأدباء اللي بيحبوا أنهم يدرسوا، فصارت مكتبة عامة لحتى يستفيدوا منها كل الناس.